اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ام العيال. النهارده هنتكلم عن موضوع بيضايق امهات كتير قوي، مش اللي معاهم طبعا بيبيهات، اللي معاهم اطفال في المدرسه، هو موضوع عدم التركيز في المذاكره. طبعا بما ان المدرسه ابتدت هتلاقي بقى انك انت قاعده عماله بتشرحي الحاجه مره واثنين وثلاثه وهو مش مركز ومش فاهم ومش عايز يستوعب، وهي عماله بتلعب في اي حاجه ومش مركزه معاكي. ده بيبقى حاجه يعني كل الاهالي تقريبا بيشتكوا منها. فالنهارده انا هقولك على شويه نصايح تساعدك انك تعدي المشكله دي. اول حاجه واهم حاجه لازم تخلي بالك منها وتركزي عليها هي تغذيه الطفل. التغذيه مهمه جدا، ولازم اكله يكون بيحتوي على نسبه من الحديد، لان الحديد هو اللي بيساعد على زياده التركيز عند الطفل. طيب ايه الاكلات الغنيه بالحديد؟ في البتنجان، في اللحوم الحمراء، في البيض، في كمان ممكن تديله كوبايه نسكويك. بعيدا ان الاطفال بيحبوه، هو غني جدا بالحديد وبيمدهم تقريبا ب 22% من نسبه الحديد اللي جسم الطفل بيحتاجها يوميا. وكمان في فيتامين ب اللي بيساعد على تنشيط الذاكره. من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعمليها ان انت تهيئي لطفلك مكان مناسب للمذاكره. يعني مثلا ما ينفعش يذاكر جنب التلفزيون، ولا ينفع يذاكر في مكان فيه اضاءه ضعيفه. مهم الاضاءه تكون مناسبه، وكمان يكون الجو هادي عشان هو يعرف يركز. برضو مهم جدا، ودي حاجه غلسه شويه، بس ان انت تبقي قاعده معاه. حاولي انك تكوني بتقري، بتشتغلي على اللابتوب. هو ما يحس ان انت بتشاركيه هيهدى شويه، ومش هيحس بقى ان انت مبسوطه بقى وبتعملي حاجه حلوه وهو قاعد متدبس. لا، هو انت هتبقي قاعده معاه. كمان ده هيساعده ان هو لو عنده اي سؤال في اي حاجه ومش فاهمها انك انت هتشرحها له. في حيله من الحيل بتبقى ظريفه جدا وبتخلي الطفل يقدر ان هو يركز لفتره طويله، اللي هي انك انت تقسمي له الواجب، ما يعملوش كله في وقت واحد. مثلا واجب العربي، وبعد كده ياخد راحه بريك مثلا نص ساعه، وبعدين نبتدي واجب الرياضيات. ده بيخلي التركيز عنده عالي، وكمان حته انه بيفصل دي بتحسسه ان هو ايه، لا انا ده في امل، انا بعد شويه هروح العب وارجع تاني اكمل مذاكره. وفكره الانجاز كمان، لان هو كده بيبقى خلص جزء، فبيحس ان انا خلاص انا خلصت جزء وهبتدي تاني. بدل ما يقعد مثلا 3 4 ساعات على بعض بيعمل الواجب، ساعتها هو مش هيخلص كل الواجب، وفي نفس الوقت انت هتكوني اتضايقتي واتخنقتي منه. طبعا الحاجه اللي طفلك هيحبك فيها قوي وهتبقي حبيبته يعني، والدنيا هتبقى جميله، لما تكافئيه. المكافاه حلوه جدا لما الطفل يجيب درجه عاليه او لما يخلص الواجب. بس خلي بالك ما تخليش دايما كل حاجه مرتبطه بالمكافاه، علشان المذاكره والنجاح ما يبقاش دايما مرتبط بان انت هتدي له هديه او حاجه هو بيحبها، علشان خاطر هو يبقى عارف قيمه المذاكره نفسها. فاكره لما كنت صغيره لما كنت بتتعلمي حاجه بايديكي كنت بتحسي انك بتفهميها احسن، صح ولا لا؟ طيب ايه رايك ان انت تعملي ده مع طفلك وبشكل مكثف؟ بمعنى انك مثلا داخله دلوقتي المطبخ فهتاخديه معاكي، وعلى الميزان نوزن حطينا كذا وهنشيل كذا، هيبقى باقي كام، نطرح ده من ده يدينا رقم. او مثلا المثال الشهير ان احنا نجيب 3 برتقانات او 3 تفاحات، اي عدد يعني، ونقول ان احنا هنشيل من ده واحده او اتنين، يبقى باقي معانا كام. نفس الحكايه لو رحنا عند السوبر ماركت وابتدينا نحاسب، مثلا اشترينا شويه حاجات بسيطه وبنحاسب، ها الحساب كام، طب هنشيل ده من ده يبقى باقي معانا كام. الطرق دي كلها بتخلي اكتر من حاسه عند الطفل يشتغلوا مع بعض، حاسه الابصار، حاسه السمع، فيبتدي ان هو يفهم اكتر، وبتزود عنده التركيز بطريقه كبيره جدا. بس احنا كده خلصنا الحيل اللي تساعدك على زياده التركيز عند الطفل. اتمنى ان تكونها حيل مفيده، واتمنى انك يعني تحاولي انك تستخدميها وتقولي لنا النتيجه، وشاركينا باي فكره او اي حاجه انت بتعمليها وبتجيب نتيجه كويسه مع طفلك. اشوفكم الاسبوع الجاي، باي باي.